وزاد البول أيها الإخوة الذي يتطاير إذا قضى الإنسان حاجته. قبل أن نذكر حكمه لا بد أن نبين شيئا يفعله كثير من الناس مقصرين فيه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقضي الحاجة ونحن قاعدون، وكثير كثير كثير من المسلمين، أعني الرجال لا النساء تحديدا، يقضون حاجتهم من البول وهم واقفون، حتى أنهم يستخفون. إذا قلت لهم جليس قلنا ليش أنا مرأة؟ يا أخي من قال أنك امرأة أو رجل؟ هذا المنطق لا ينبغي أن يقوله الإنسان إذا كنا نتكلم عن حكم من أحكام الشريعة. نحن ما نقول أنا رأيي أنصحك به، أنا أقول هذا حكم من أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا، طبعا ما هو فرض يعني، سن لنا سنة مؤكدة أن نجلس إذا أردنا قضاء الحاجة، سواء كانت الحاجة غائطا أو بولا. هل لذلك من حكمة؟ هناك عدة حكم. أولها أنه طبا، وهذا من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أيسر في نزول البول والغائط، هذه واحدة. الثانية أنه أبعد عن النجاسة، وكلنا نعرف ذلك. عندما يقف الإنسان غالبا غالبا سيتطاير رذاذ البول عليه، على ثوبه أو على حذائه أو على المكان الذي يقضي الحاجة فيه، هذا أمر غالب واضح يعني، ما يحتاج أن ينظر إليه إنسان. فإذا قضاها جالسا خف هذا الأمر بشكل كبير، رشاش البول الذي يعود على الإنسان قل بنسبة كبيرة جدا، وهو أيضا أمر مشاهد. إذن يا أيها الإخوة ينبغي علينا، حتى قد يقول البعض أنا مالي متعود على ذلك، عود نفسك يا أخي، تنل بذلك أجرا كما قلنا وهو خير لك في دينك ودنياك، تعود أن تقضي الحاجة البول والغائط جالسا. الآن على كل الأحوال قضى الحاجة فتطاير رذاذ البول عليه، هل ينجس الثوب؟ العلماء يا أيها الإخوة في ذلك لهم قولان. إمامنا الشافعي يرحمه الله تعالى ومعه عدد من أهل العلم يقولون إن النجاسة قليلها وكثيرها تؤثر على الثوب فتنجسه وتمنع صحة الصلاة. قال إلا ما كان لا يرى بالعين، يعني الرذاذ لو أني ألبس ثوبا فرضنا مثلا، شلون نميز؟ فرضنا أنت تلبس ثوبا شفافا أبيض، هذا الرذاذ يستبين فيه، بين على السريع، إذا الضوء واضح وجاء الرذاذ عليه ترى. فهذا إذا لم يكن يرى الرذاذ ما تميزه العين بشكل طبيعي، يعني لو مجهر وله بعيد بشكل طبيعي، إذا نظرت إلى هذا الثوب وهو شفاف ظاهر اللون فلم تميز العين أثر هذا الرذاذ المتطاير، فعند إمامنا الشافعي لا حرج فيه. أما إن ظهر وتبين هذا الرذاذ، يعني صار لطع بقع صغيرة 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 ناعمة هكذا، فإنه يؤثر عنده على صحة الصلاة ويمنع منها ولا بد من غسله. إمامنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال، وهو في هذه المسألة حكمه في مذهبه أيسر، قال يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة المغلظة الجامدة، الجامدة الغائط. أما النجاسة المغلظة المائعة يعني البول، كلاهما مغلظة، البول فيعفى أكثر قليلا، قدر مقعر الكف، هاي الكف هكذا يعني. فإذا قدرنا الأمر تقدير، إذا قدرنا مجموع الرذاذ اللي أصاب ثوبي أقل من مقعر الكف، يعني ليرتين تقريبا جنب بعضهم أو هكذا جمعهم دورهم، إذا كان الرذاذ التطاير على ثوبي أقل من هذه الكمية فيعفى عنها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من باب المعفوات، لا بأس أن تقلد هذا المذهب. الآن السؤال الآخر، دخلت بيت الخلاء وبعد الخروج وجدت أسفل السروال قد ابتل بللا شديدا، فهل يعتبر الماء حول بيت الخلاء نجسا؟ الآن معروف بيت الخلاء والأمكنة التي نقضي فيها حاجتنا، الماء الذي ينزل أثناء غسل النجاسة وكذا، هذا قد ينزل فيحيط بمكان نزول النجاسة، يعني أطراف، واضح الكلام؟ نعم.
هذا الماء يسأل هل هو نجس؟ ثوبه نزل يبدو سحل يعني كما يقولون، فأصاب الماء الذي في الأرض، في أرض هذا المكان، فهل هذا نجس؟ هذا يا أيها الإخوة يعود إلى حالة الإنسان، هل هو أثناء غسله للنجاسة ينزل شيء من النجاسة منه فيصيب أطراف المكان اللي بنزل في مكان نزول النجاسة مباشرة؟ فإن نزل يعني بده يتحرز الإنسان، بده يدقر يتأكد يبحث. قال ما بعرف ما ميزت. فالأمر إذا لم تميز فالأمر شبهة. إذا نزل منك نجاسة وأصابت المكان هذا الأرض الآن فهي نجسة، إن لم ينزل إلا في مكانها فالماء الذي حولها ليس نجسا. فإن لم تعرف، وكثير من الناس يقول ما ميز يا أخي عجب الأرض نزل عليها إلا ما نزل، أصاب رشاش ما أصاب ما بعرف ما انتبهت، فينبغي أن تتحرز. ما التحرز؟ هذا يسمى الآن شبهة صار. فالأولى أن أغسل هذا الثوب الذي أصابه هذا الماء الذي نزل عليه. لأن كنت أغسل بيت الخلاء فتطاير إلى ثوبي بعض من الماء بعد أن اصطدم بالأرض، فما حكم ذلك؟ أيضا شبهة. على كل، لو اعتبرناه نجسا، لو فرضنا أن هذا الماء اعتبرناه نجسا، أنت عم تغسل بيت خلاء فتطاير، إذا كان دون مقعر الكف كما قلنا فيعفى عنه عند أبي حنيفة. على كل، إنسان نوعا ما يتحرز في هذه المسائل. وأنبه أيضا إلى مسألة ضرورية، الإنسان في مسألة النجاسة يا أيها الإخوة ينبغي أن يكون شيئا بين شيئين، لا موسوسا ولا متساهلا. وكثير من الناس هذا الشكل أو هذا الشكل، إما موسوس تلاقي بطلع وبعصر وبتم وبنزل وبرجع بدخل وبرجع ما يتطهر، برجع بدخل مرة تانية وبتنحنح وبرفع إجر بنزل إجر، بعد ما يطلع برجع بدخل مرة تانية. كثير من الناس هكذا وسواس، والوسواس مصيبة يا أيها الإخوة، ينتهي الإنسان للجنون، مسألة خطيرة ما هو سهل، بيجنن الإنسان. فلا ينبغي للإنسان أن يكون موسوسا ولا متساهلا. كما قلت أيضا كثير من الإخوة للأسف مسلمون، ولكن كثير منهم لا يصلي، ترى يقضي الحاجة، انظروا إلى بيوت الخلاء فقط، يقضي الحاجة من هنا يرفع ثوبه ويمضي. كثير من المسلمين ما أدري أهو يصلي أم لا يصلي، يعرف حلال يعرف حرام يعرف نجاسة لا يعرف، لا أدري. مثل هذا الفعل العجيب، يقضي الحاجة ويرفع، تطهر ما تطهر بقي على ثوبه نزل على ثيابه ما يهتم أبدا. فالمسلم لا موسوس ولا متساهل، ينظر إلى هذا الأمر بحكمة وتقدير، لا يطيل الجلوس في بيت الخلاء قدر الإمكان. كما قلنا إن أصاب ثوبه نجاسة وظهرت يغسلها، إن شك في الأمر يحتاط ولا يدخل في باب الوسواس.